اليوم بنجرب اكثر مطعم مسوي لويا هاليومين بكاونتات الاكل بالكويت. يلا لوف بيرد، واحد من المطاعم اللي مؤخرا اكتشفتها للأمانة، ما اعرفه ولا مر علي من قبل، بس لقيت مره واحده اكاونتات الاكل تقريبا قاعد تنزل يومي عنه، يعني اكثر من اكاونت اعرفه ينزل بصفه دوريه، فيعني شككني صراحه، قلت مو لهالدرجه المطعم قوي، شكله جدا عادي، فقلت عشان اقطع الشك باليقين اجي لهني العدليه قطع 3 الفرع مال الجمعيه ونشوف شنو قصه لوف بيرد والصلصات اللي عنده. عنده تشيكن، عنده بطاط وجز ايوه، عنده فرنش فرايز العادي، شنو بعد عنده؟ عنده نجتس بس يا جماعه، وعصاير. بشوف هاللويا كلها على شنو؟ والله ودي اعرف، يعني ما اعرف اصحاب المطعم ولا بيني وبينهم اي شيء، بس ودي اعرف، فبروح لهم الحين ونشوف شنو سبب اللويا. راح اطلب اخلص بعدين عاد ياخذ له وقت شوي على ما يوصل ناكشن وياكم. بطلب كل الصلصات اللي عندهم. يلا بينا. حلوين. وصل الاكل يا جماعه، بس تجربه غريبه من مطعم لوف بيرد. لوف بيرد اللي هو طيور الحب، بعدين استوعبت يا جماعه بعد ما سجلت خلصت نزلت طلبت ذكرت طيور الحب او طير الحب، ما علي صوت التكييف يا جماعه. تجربه غريبه يا جماعه، دشيت على انستغرامهم قاعد احاول اطلب دليفري، طلع ما في دليفري، في تيك اواي اوكي او بيك اب على حسب شنو تسمونه، وفي اوبشن انك تاخذ بيك اب وتدفع اونلاين، فحاولت اني ادفع اونلاين وانقذ المنيو كامل كالعاده يعني عشان تشيك على المطاعم خصوصا اللي فيها اكشن كذي. جيت بطلب من الابلكيشن يا جماعه اللي حاطينه، طلع لي ان المطعم بزي او انه مشغول، المطبخ ما يقدر يستوعب طلبات او شيء كذي. اضطريت اني انزل وحاولت اخذ الطلب تيك اواي، حر تدرون يا جماعه الحين درجه الحراره بالاربعينات اول الاربعينات. نزلت طلبت خلصت، بس يا جماعه هم كان في واحد قاعد يدق عليك كل شوي ما ادري يا جماعه. المهم نزلت طلبت، طبعا دور شوي ودرجه الحراره بالاربعينات، طلبت خلصت، اعطوني مثل جرس في حال جهز الطلب. توقعت الامانه بياخذ مني الموضوع نص ساعه ساعه، توقعت كذي على الزحمه اللي شفته، 6 دقائق وخلص الطلب. لا تسالوني شلون، على الاب معطيني رقم غير عن الواقع، الواقع زحمه ما شاء الله، يمكن في 15 سياره قدامي ناطرين طلباتهم، وخذيت طلبي بسرعه، ما ادري يمكن ليش طلبي قليل. في شغله وايد حلوه شفتها يا جماعه، اغلب الناس اللي قاعد يطلبون ياكلون بسيارتهم، فحاطين مطعم شكرا لهم طبعا لوف بيرد، حاطين تكرمون زباله بين كل سياره وسياره، فعقب ما تخلص اكلك تاخذ اكلك وتقط تاخذهم وتحطهم داخل تكرمون الزباله، فشيء زين، خدمه زينه يعني. اتمنى كل المحلات اللي عندها مثلا طلبات بالسيايير تيك اواي يحطون شيء كذي، في حال كانوا يعتمدون على السيايير ومواقف السيايير مثل شارع المطاعم، كان زين شارع المطاعم. ما اتوقع بس ان شاء الله يسوونه، ان شاء الله خير ان شاء الله يسوونه. بالامانه وايد عاجبني الترتيب، بس سالفه الاب كان فيها مشكله، واتمنى لو يحطون مو اب، اتمنى يحطون صفحه انترنت ندش عليها وناخذ طلبنا ونخلص، فالاب تعال سوي له داونلود وبعدين تعال عيش وياه، وبعدين كل ما ابي اطلب مثلا بطلب مره كل شهر ادش عليه ولا اسوي له داونلود، دوخه، خلاص صفحه ما طلبات وخلاص حطوا فيه كل اللي تبونه. انا احس انه موضوع الاب ما له داعي كلش، ايش حق انزل برنامج عندي عشان اطلب مطعم بعدين راح اكنسله وبعد شهر راح اطلبه ممكن مره ثانيه. حلوين، ما بيطول، اكل حار مولع. طلبت 5 انواع صلصات، طلبت تشكفلي بطاط وجت ايوه هذا هو، وطلبت نجتس او تشيكن تندر وليمونيد. حلوين، راح ابلش بالليمونيد عشان نعيش وياه، شكله رايق وحلو للأمان، بارد مو بارد وايد بس بارد، ليمونيد عادي ما في افتكاسه بس شكله يعني يغري ماشي مع ثيم المحل. بطاط عادي فرايز شكله جدا عادي. قرمشته حلوه شوي ذايب، يعني توني ماخذه بس شوي ذايب، مستوي برا وداخل، دهنه جدا معقول، الملح اللي عليها معقول، حالات يكون مالح اكثر. بخليه هني بجرب الصلصات وياه بعد شوي. في مره خذيته برجر او تشيكن فليت كذي هالتغليف، شكله رايق ويحفظ الحراره يا جماعه، وايد حلوه وايد حلوه الحركه. اوكي كذي حلو. سندويشه المفروض ويا جبن، بس انا ماني شايف جبن، لا ما قلت لهم جبن بس ما ادري ليش ما حطوا لي جبن، ما في جبن. خلينا نشوف التشيكن، اوكي التشيكن فلي اقرب حق التشيكن تندر عاديه. طبعا
طبعا في نوع سبايسي ونوع عادي، انا ما اخذ العاديه، العاديه فيها لسعه خفيفه، لسعه بهار مو لسعه فلفل، شنها تشيكن فليه هارديز التندر بس ناشفه. هذه البطاط ما اعطيته درجه يا جماعه، البطاط على اللي جربت اعطيه 30 من 50، التشيكن اعطيها 35 من 50، توقعت وايد شيء احسن من هذا. اخر شيء عندهم اللي هو الوجت، ليش الاسم صعب؟ البطاط هذا حبتها كبيره حلوه. الوجز احلى شيء للحين، انا اعطيه من 50 40 يا جماعه، لذيذ وحلو وبهاراته حلوه اللي عليه، والكفر لذيذ يعني معطيه طعم ثاني. عاده ما افضل الوجز انا، فراح اعطيه 40. اقروا اسمه تحت يا جماعه، بس انا وايد ضيعت ما شاء الله المطعم زحمه للحين، ما انا اعرف السبب. بجرب صلصات وبقول لكم شنو احلى صلصه عندهم. في تشيكن ناجتس نسيتهم هذول حلوين. النجتس ألذ من تشيكن فلي يا جماعة، فيها بهار وفيها حلاوة شوي. في شيء حالي فيها، هذه ممكن أنصحكم فيها 100%، 45 من 50، بس للأمانة ما تعناله يعني، إذا هذا بس بروحه ما تعناله، لذيذ بس ما تعناله. عندهم صلصاتهم يا جماعة، هذا لاف بيرد صوص، هذا المفروض إنه السبيشال صوص مالهم. أوكي، لونه أصفر. ماسترد حالي فلفل كذي، أحس كذي إحساس، بعد يمكن غلط. حلو عبقري، ودي أجربه ويا تشيكن تندر أو تشيكن نجد. الصلصة هذه بطلة، لو يبيعونها بالجمعية أخذها صراحة. طفت الكاميرا، دقوا علي، كل شيء صار شيء بهالفترة هذه اللي قاعد أجرب فيها المطعم. اتوقع انه مايونيز عادي يعني ما في اكشن المفروض. الصلصه اللي توه اعطيها 48 من 50، لذيذه جدا لذيذه وطعمها فريد. بسم الله، حس كنا مايونيز زايدين الثوم، هذا عادي، كنا المايونيز اللي تحصله بالمطاعم السوريه تقريبا شيء يعني. اللي توه اسمها لاف بيرد، هذه هوت بي، انا ماني حاسس انه في فرق بالشكل، نفس حبوب الفلفل، هي فيها فلفل، هي بس فلفل. الفلفل 45 لان فلفل احس زايد، ما ادري يعني، يحب الفلفل راح يعيش ويا هذه، اللي ما يحب الفلفل يبي لسعه خفيفه هذه مثاليه. انا طالب دايتي، في صلصه اسمها دايتي، بعطينا 2 مايونيز، في غلطات بالطلب يا جماعه. اخر صلصه راح نجربها الحين، باربيكيو ماسخ. ما نبي عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا حق مطعم لاف بير. بالنهايه ايش نقول؟ فم الله، السلام عليكم، ما نبي عليكم اي شيء، كيفكم انتم تبتيون؟ تعال حياكم الله، الصلصه قويه بس، المطعم ما في توصيل. سلام عليكم.